اخي احنا هون بالغوطه اولاد الغوطه اللي عم تاتي وما عندنا غرباء يعني ولا غريب. مثلا اذا في غريب في 1% ما بيتجزأ 1%، وكل اللي عم يقاتل مثلا بجبهه جوبر، اهالي جوبر، عين ترما، من اولاد الغوطه يعني ما في عندنا غريب. اما النظام اللي مستعين بالغريب، النظام يعني جايب لك من روسيا من ايران، عندنا هون اللي عم يقاتل بالغوطه اولاد الغوطه ورجاله. انا المجاهد ابو نجم من حي جوبر الدمشقي. انا بس حابب وجه رساله لكل العالم ونخبرهم انه نحن اهل البلد، نحن اصحابين الارض، نحن ما عندنا عالم من برا عم تقاتل معنا. بس للاسف بشار الاسد الطاغي هو اللي عنده الروس والايرانيه واللبنانيه والعراقيه والكل وكل العالم عم تقاتل معه. نحن هون اهل الغوطه، نحن اهل الغوطه اللي عم نقاتل، ونحن بالاصل منا بحاجه لاي حدا يساعدنا، لان نحن عم نقاتل مشان ارضنا مشان عرضنا. اللي عم يدافعوا عن ارضنا وعرضنا هن اهلنا واخواتنا واولادنا، هن عم يدافعوا عن الارض، عن الغوطه الشرقيه وعن الارض سوريا كلها. لكن بالمقابل النظام ما خلى جهه الا ما جابها، ما خلى من العراق، من ايران، من افغانستان، من جميع الدول العالم اجت قاتلت عنا، روسيا، امريكا، كلهم اجوا قصفونا بالطائرات والدبابات، ما خلوا نوع من السلاح الا ما ضربونا فيه. ونحن هون عم ندافع عن ارضنا وعرضنا. ثوارنا هن اللي رابطين اولادنا، اولاد المنطقه، ما عندنا غرباء. ان وجد بالتاء واحد بالالف يعني قليل جدا جدا جدا. فلذلك يعني انا بوجه اللوم انه النظام عم يجيب الايرانيين، عم يجيب العراقيين، عم يجيب الشيعة، عم يجيب من كل بقاع الارض ليحاربنا. نحن عم ندافع عن ارض، عم ندافع عن ارضنا، عم ندافع عن بلدنا، عم ندافع عن الظلم، عن القتل اللي عم يقتلنا، عن الدمار اللي عم يدمرنا.